السلام عليكم وأهلا بكم. بنكمل مع بعض شرح منهج تايم فور انجلش، منهج الصف السادس الابتدائي، ومعنا النهاردة الوحدة السابعة، الدرس الرابع، Reading and Your Time، القراءة ووقتك، من كتاب المعاصر صفحة 81 81. شرحنا مع بعض الوحدة الستة بالكامل وحلينا امتحانات على الوحدة الستة، والنهاردة بنكمل الوحدة السابعة. خدنا الدرس الأول في الوحدة السابعة conversation time المحادثة، ثم الword time أهم الكلمات، ثم الفوكس time، والنهاردة هناخد reading and your time. نبدأ مع كي فوكابلري، كلمات مفتاحية. ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير عشان يوصلك كل جديد، وإن شاء الله هننزل فيديوهات لمراجعة على منهج شهر فبراير ومارس ومراجعة الامتحانات. ونبدأ مع بعض. كي فوكابلري، جاينت جاينت جاينت. لاحظ لما نطقت جاينت قلت حرف الدي بس الدي خفيف في بعض الكلمات زي كلمة جاينت أو اندن جارد. اندن جارد تحس إن الجي لما يجي وراها اي أو اي تنطق دي خفيفة، يبقى جاينت giant. adult adult بالغ او راشد. bamboo bamboo bamboo. endangered 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 معرض للخطر. hibernate hibernate يدخل في بيات شتوي. alive alive على قيد الحياة. وادي الملاحظة ان احنا بننطق الدي مخففة تبقى endangered giant. كلمة alive alive دي بمعنى على قيد الحياة، دي صفة. في كلمة live يعني يعيش ودي فيرب، في كلمة لايف حياة ودي نون، لكن alive على قيد الحياة، وعكس alive dead ميت، يبقى على قيد الحياة عكسها ايه؟ ميت. active vocabulary هنا باندا باندا دب الباندا. year year سنة. some some بعض. usually او usually okay usually عادة. because because لأن. around around حوالي او تقريبا. ounce ounce يبقى كل أوقية بتساوي 28 grams 28 جرام. fact fact حقيقة. was born was born ولد. month 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 شهر. today 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 اليوم. gram 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 daily 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 يومي. mountain 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 جبل. بلاك بير بلاك بير الدب الأسود. 1 باوند يعني رطل بتساوي 0.45 كيلو جرام. ويلكم تو ويلكم تو مرحبا بكم فيه. وي 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 يزن يوزن شيء. وينتر وينتر فصل الشتاء. everything everything كل شيء. تشاينا 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 يعني الصين. هنا باوند هنا ممكن تبقى بمعنى جني طبعا اللي احنا عارفينه في مصر، لكن باوند هنا ممكن تستخدم كوحدة قياس بمعنى رطل. هنا جي اتش ما بتتنطقش، في بعض الكلمات جي اتش ما بتتنطقش وفي بعض الكلمات بتتنطق فيه بس فيه مفتوحة. هنا فور بمعنى المدة. زي ايت فور 12 تو 16 اورز ديلي، يعني هم اكلوا المدة ما بين 12 الى 16 ساعة يوميا، بيجوا لها ايه؟ مدة. هنا ان ذا وينتر او ان ذا ماونتينز، ان بتيجي مع فصول السنة، إن بتيجي مع بعض الشهور أو مع الشهور، يبقى إن سنين فصول سنة فترات نهار دول وعواصم وأماكن كبيرة. زي مثلا أقول إن 2000 في عام 2000، إن مثلا إيه جولاي في شهر جولاي، أو إن ذا مورنينج إن ذا مورنينج في الصباح، يبقى in 2000 in July in the morning. ماشي. ممكن نقول in Egypt في مصر أو in Alexandria، يبقى in بتيجي مع الكلمات دي أو مع الأشياء دي. in سنين فصول سنة فترات نهار دول وعواصم أماكن كبيرة. ونكمل صفحة 82 82. reading time وقت القراءة. listen and read along يعني استمع واقرأ استمع واقرأ. Welcome to Cairo Zoo's giant panda home. مرحبا بكم في موطن الباندا العملاقة في حديقة ايه؟ القاهرة. مقدمة introduction. Welcome to
كايرو زوز جاينت باندا هوم از ان انفورميشن، دي معلومات ساين او لافتت معلومات about the giant pandas عن الباندا العملاقه and some facts about them وبعض الحقائق عنهم. مين بوينتس النقاط الرئيسيه when giant pandas are born لما الباندا العملاقه بتولد they weigh 80 to 140 grams بيبقى وزنها من 80 ل 140 جرام. adults usually weigh 80 to 125 كيلوز، طب البالغين من 80 ل 125 كيلو. giant pandas eat bamboo بياكلوا ايه؟ نبات البامبو. they don't hibernate in the winter يعني لا يبيتوا فين؟ في الشتاء. اكيد عندهم اعمال تانية وهي الاكل. القطع بقى نقراها مع بعض. welcome to Cairo Zoo's giant panda home. بوب اند ليلي، بوب وايه وليلي، are our giant pandas هم الباندا العملاق بتاعنا. بوب is 15 years old بوب عنده 15 سنة. ليلي is 20 years old ليلي عندها 20 سنة. here are some facts هنا بعض الحقائق about giant pandas عن الباندا العملاقة. when giant pandas are born لما بيتولدوا they weigh بيزنوا 80 to 140 grams من 80 ل 140 جرام. adults usually البالغين بيزنوا weigh مثلا 80 to 125 كيلوز من 80 ل 125 كيلو. giant pandas eat bamboo الباندا العملاقة بتاكل ايه؟ البامبو. they don't hibernate in the winter لا يبيتوا في الشتاء. ليه؟ because they have to eat 8 to 16 كيلوز اوف بامبو، مضطرين ياكلوا من 8 ل 16 كيلو من البامبو every day كل يوم. they eat for 12 to 16 hours daily بياكلوا من 12 ل 16 ساعة يومي. giant pandas walk بيمشوا and run on all four legs ويجروا على أربع أرجل. they can climb trees بيتسلقوا الأشجار and swim وبيعوموا كمان. giant pandas live in the mountains of China بيعيشوا في جبال الصين. they are endangered هما معرضين للخطر. around حوالي 700 to 1000 pandas are alive today حوالي من 700 ل 1000 باندا على قيد الحياة الآن أو اليوم. صفحة ATC 83 من كتاب المعاصر choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. pandas live in the high نقط of China أكيد high mountains بيعيشوا في الجبال العالية للصين. giant pandas walk and run on all four legs على الأربع أرجل. giant pandas eat bamboo pandas are not يبقى endangered من 700 ل 1000 باندا على قيد الحياة. pandas are not animals يبقى giant animals حيوانات ضخمة. pandas don't أكيد hibernate لا تبيت في الشتاء عشان محتاجين ياكلوا من 12 ل 16 ساعة. how much do adult pandas weigh كم تزن. how many giant pandas are alive كم عدد الجاينت بانز اللي على قيد الحياة اليوم. هنا في نفس الاستماع بسمعه بكتب true أو false. when giant pandas are born they weigh 80 كيلوز لما بيتولدوا بيبقوا 80 كيلو. لا طبعا فولس احنا قلنا 80 جرام. giant pandas walk and run on two legs لا طبعا فولس بيجروا ويمشوا على 4 legs مش 2 بس. giant pandas live in the mountains of China بيعيشوا في جبال الصين طبعا true. giant pandas can climb trees but they can't swim طبعا false لا ده بيتسلقوا الأشجار وكمان بيقدروا ايه يعوموا. how much do adult giant pandas weigh كم تزن. adults usually weigh 8 to 125 كيلوز من 80 ل 125 كيلو. what do giant pandas eat بياكلوا ايه. they eat bamboo بياكلوا حشائش ايه البامبو. why don't giant pandas hibernate يعني ليه مش بتبيض في الشتاء. they don't hibernate because they have to eat 8 to 16 كيلوز of bamboo every day مضطرين ياكلوا من 8 ل 16 كيلو من البامبو كل يوم. how many giant pandas are alive today كم عدد الجاينت pandas اللي على قيد الحياة. around 700 to 1000 pandas are alive today من 700 ل 1000 وده طبعا عدد قليل فهم كده معرضين للخطر. هنا جيب لي قطعة شبه القطعة اللي احنا قريناها. welcome to the American black bear home at the Giza zoo يعني مرحبا بك بالدب الأسود الأمريكي في حديقة الجيزة. مقدمة welcome to the American black bear home at the Giza zoo is an information sign لافتة in Giza في الجيزة زو في حديقة الجيزة about American black bear عن الدببة السود. main points النقاط الرئيسية baby black bears weigh from 8 to 16 ounces يعني وزنها من 8 ل 16 أوقية. adults weigh 135 to 350 pounds والبالغين يزن من 135 ل 350 رطل. بلاك بيرز هايبرنيت ان ذا وينتر بيبيتوا في الشتاء. بيبيتوا فين؟ في الشتاء. هنا جايب لي مجموعه من الاسئله
read and write the answers, choose words from the books. اقرأ واكتب الإجابة واختار من إيه؟ من المجموعة دي. هنا eat a cheese sandwich، ياكل ساندوتش جبنة، make dinner يعمل عشاء، watch TV يتفرج على التلفاز، iron a shirt يعني ياكل قميص، walk to school يمشي المدرسة، bake cookies يعني يخبز كوكيز. What were you doing؟ كنت بتعمل إيه؟ when the bear walked by، لما الدب عدى جنبك أو مشي جنبك، ممكن أقول إيه؟ I was watching TV when the bear walked by. What were you doing when the deer ran by؟ كنت انت بتعمل ايه لما الغزال جرى جنبك؟ ممكن اقول ايه؟ I was making dinner when the deer ran by. What were you doing when the bird flew by؟ كنت بتعمل ايه لما الببغان طار جنبك؟ ممكن اقول ايه؟ I was eating a cheese sandwich. يبقى نلاحظ بنجاوب يو تحول الى اي لو انا بكلمك انت، كنا ممكن نحولوها لوي، يعني وير يو هنا تحول لاي ووز لو انا بكلمك انت. طيب وير يو ممكن تحول لوي وير. طب ليه؟ لو انت تبقى انا، طب لو انتم يبقى احنا، يبقى ايه احنا؟ يبقى وير يو اي ووز للمفرد، وير يو وي وير لايه؟ للجمع، ثم احط الفعل فيه اي ان جي عشان ده ماضي مستمر، ده ماضي مستمر. ووز او وير والفعل فيه ايه؟ اي ان جي. يبقى وات وير يو دوينج وين ذا بير ووكد باي؟ اي ووز واتشنج تي في لو بكلمك انت. طيب وي وير واتشنج تي في لو انا بكلمكم انتم. وفي صفحه 85 طالب مني نشاط ثنائيات. يعني ايه ثنائيات؟ انا وزميلي أو أنت وزميلتك مثلا، تسأله أسئلة ويجاوب عليها، أو مثلا do you ever feed the birds؟ هل أنت قبل كده أكلت طيور؟ ممكن أقول يا سيدو. What's your favorite animal؟ إيه حيوانك المفضل؟ why؟ أقول the lion because الأسد because مثلا it is the king of the jungle لأنه ملك الغابة. What were you doing at 6 last night؟ كنت عامل الساعة 6 امبارح؟ أقول I was studying English، كنت بذاكر إنجليزي. What were you doing at 8 this morning؟ بتعمل الساعة 8 الصبح؟ I was watching مثلا TV، كنت بشاهد إيه؟ التلفاز. ونحل مع بعض general exercises تدريبات عامة على reading and your time صفحة 86 و 87، 86 و 87. السؤال الأول listen and complete، استمع وأكمل. هنا محادثة ناقصة مجموعة من الكلمات، بسمع وأكمل، بسمع وإيه وأكمل. I am going to tell you about a famous animal. What is the name؟ يبقى أكتب name of that animal. The American black bear، أكتب bear. What does it eat؟ يبقى does. It eats fruit، بياكل فواكه. Please sir, tell me some more facts، قول لي حقائق أو المزيد من الحقائق. السؤال الثاني circle، ضع دائرة حول الكلمة المختلفة. أربع كلمات، بشيل الكلمة المختلفة أحط مكانها كلمة من نفس المجموعة. فول، باندا، إليفانت، تايجر، كلهم حيوانات ما عدا فول، فصل الخريف أو ممكن تبقى بمعنى يقع. أحط إيه؟ جيراف، أي حيوان. باري طبعا، كيلو جرام، فاكت، اونس، كلهم ادوات للوزن ما عدا فاكت، ممكن احط باوند. تايجر، لاين، بير، هايبرنيت، كلهم حيوانات ما عدا ايه؟ هايبرنيت. حطي اي حيوان، احط مثلا باندا. ويندو، دور، ديسك، يير، كلهم ايه؟ يير، سنه، ديسك، مكتب، دور، باب، ويندو، شباك، كلهم اساس ما عدا يير، ممكن احط ايه؟ ممكن تحط مثلا ايه؟ تيبل، ترابيزه. اوكي، run live adult way، run يجري، live يعيش، adult بالغ، way يزن، اشيل adult واحط go، كلهم افعال ما عدا ايه؟ go. السؤال اللي بعده قطع عليها مجموعه من الاسئله، لسه قرينا القطعه دي عن بوب وليلي، عن بوب وايه؟ وليلي. فهنحل طبعا على طول. giant pandas live in the north in the mountains of China. giant pandas الباندا العملاقه بتعيش في جبال الصين. giant pandas eat ايه؟ اكيد بامبو، خدناها كتير وعرفناها، يعني بياكلوا حشائش البامبو. How do pandas walk and run؟ ازاي بيمشوا ويجروا؟ يبقى they walk and run، هما on all four legs، على أربع أرجل. What are Bob and Lily؟ they are giant pandas.
احنا بيقول لي السؤال الرابع، اكتب ايميل من كام جملة؟ من 7 جمل. طبعا خدنا الايميل بالتفصيل وعرفنا ازاي بنطلع ايه المعلومات، وهنطلع مع بعض المعلومات للتأكيد. اكتب ايميل لصديقك علي، اسم المرسل ليه، تقول له about the joint bonds، عن الباندا العملاقة، ده الموضوع. اسمك ماهر، اسم الراسل. your email address، ايميلك ماهر at yahoo.com. your friend's email، وايميل صديقك علي at gmail.com. طب نمشي واحدة واحدة، تو هتبعته لمين؟ لايميل صديقك، يبقى علي at gmail.com. زي ما الايميل مكتوب اكتبه، كابيتال اكتبه، سمول اكتبه. طب من مين؟ من ماهر at yahoo.com. الموضوع عن ايه؟ ذا جاينت باندز. دير عزيزي، انت بتكتب لمين؟ لعلي. هكتب المقدمه اللي احنا حافظينها، هاو ار يو، كيف حالك؟ اي هوب يو ار ويل، اتمنى ان تكون بخير. اي ام هابي، انا فرحان. تو سند يو ذات ايميل، ان انا هبعت لك الايميل. تو تيل يو اباوت، عشان اقول لك على ذات جاينت باندا، الباندا العملاقه. واكتب بقى الموضوع، شويه معلومات، وزنها ايه، بتمشي ازاي، بتاكل ايه، بتبيت ولا ما تبيتش. وبعد كده اكتب الخاتمه، سي يو سون، رايت مي باك، اراك كريما. اكتب لي يورز صديقك، ثم اكتب اسم الراسل اللي هو ايه، ماهر. يبقى المقدمه والموضوع والخاتمه، مقدمه وموضوع وخاتمه. اكتب الموضوع، اوكي، اسلوب سهل وبسيط، نحفظ المقدمه والخاتمه ونعرف ازاي نطلع البيانات. هنا بيقول لي ري اوردر يعني رتب، او ري ارينج يعني ايه رتب. يبقى هاو ميني بلاك بيرز are alive today. هنا باندز، don't hibernate in the winter. are black bears heavy، ال A capital في الاخر علامة استفهام. اسماء، يبقى A capital. هنا طبعا سؤال عشان بادئ بار بمعنى هل. اسماء went to جيزة، راحت للجيزة، زو لاست ويك، خلاص في نقطة هنا زد كابيتال عشان حديقة الجيزة مكان مشهور، ما قاليش أي حديقة وخلاص. وبكده يبقى حلينا الدرس الرابع على الوحدة الثامنة، وكمان خدنا أسئلة جنرال اكسرسايزز. إن شاء الله هننزل فيديو في شرح امتحانات الامتحان الأول والثاني كمراجعة على الوحدة السابعة والثامنة، وبرده كمراجعة على المنهج شهر إيه؟ فبراير. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير عشان يوصلوك كل جديد، ونتقابل في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.